كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم أخي. أنا أخي اليوم مر العصر جاني واحد الخبر بأن شي سيد خرجوا في البحر وهوت أخي كان طير كما العادة. هوت شفت واحد جوج خرجوا في البحر، الشرطة ما خلتنيش نهبط نشوف، وأنا كنتبعهم من السبيطار تبعتهم حتى كنتفاجأ بأن هذاك راه هو الإبن ديالي من ناحية ديال الحويجة ديالو مسكين، لأنه هو ما لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معروفش مسكين، يعني ما تقدرش تعرف جوج حتى شكون هي. إوا تعرفت عليه من طريق الحوايج ديالو مسكين، الحوايج ديالو اللي كان لابس وراهم لي، وهادشي اللي كاين أخاي. ودابا الشرطة راه كدير البحث ديالها فهمتي، وداو لي التحاليل ديال اللعاب ديالي باش يديروا التحاليل ديال الضائن ديالو. وانا هذاك هو ولدي اخي من ناحيه الحويجات ديالو، راه كلشي هذاك هو ولدي مسكين، وهذا هو ولدي، والله يرضى عليه اخي، الله يرحمه مسكين، الله يرضى عليه. وكنشكر جميع الناس اللي تعاونوا معايا، لا من الصحافه لا من الاذاعه لا من فاعلين جمعويين لا من الحومه ديالي، مساكن الناس كاملين ضامنوا معايا في هذه المحنه ديالي، ولا اله الا الله محمد رسول الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.